شوية بدل، حج مشيت الاستوديو فهمتي. أما الأيام الأخرى كاملة غير كنفطر صافي، قلت لك كنعس ربي تحياتي. الصحة. والبلان، البلان اخويا الياس، شفت فيه واش شفت واحد البلان كي ديال الكلاش مال الكلاش؟ الا بغيتي نلوحو 3 السوايع 4 السوايع، ما انا راه حتى شفتو حتى عندك في ستوري، مي ابار ما نشوفو عندك انت في ستوري، شفتو في شي ستوريات عند شي دراري. لا هذاك كنت غن كلاشي رائد. باش الدراري باش هما يعرفوا علاش زعما داك ستوري تلاح. لا غير بلانات في تويتر، هذيك فهمتي، غير بلانات في تويتر زعما. انا قلت لهم اي واحد اي واحد كيما كان نوعه كلاشي طبون مو دابا، قلت لهم كيما كان نوعه. والكلاش داك ديال المورفين انا ما عطيتوش وقته، وراه يلا لقيتيني قبيله قبل الفطور، كنت كنحسب شحال وصل ليفي. جبت آلة حاسبة، جمعت كاع لي باج لي مليوح فيهم في فيسبوك داك الكلاش، وكاع بلانات مشيني مني حسبت، لقيت الكلاش فيه 2 المليون ديال ليفي. وفوقاش تلاح هذه دابا شي 4 ايام واقيلا، نو لا يومين، لا يومين 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 جل مليون في يومين اصاحبي. انا جوج المليون ما بين الفيسبوك والتويتر يومين واليوتيوب. ليفي أكثر من 2.5 مليون ديال بنادم اللي شافو. تحياتي تحياتي يا شيخ. أنا عندي مشكل في لاشين عندي فداك الكلاش فيه تختار الهضرة، فهمتي داكشي علاش ما طلعش. راه طلع في طوندونس بالليل وعاود هبط. ولا برتا انا في اسبانيا طلع مع 4 د الليل ولا أنا طلع مع الخمسة، طلعت في تونس. طلع في سانسور ولا ود. قول لي اخويا الياس، واخا يموت داز عندي واحد الدريري اخويا ما نعرف سلطوا عليا الله، جا تيرغبني عليك. قلت له مالك؟ قال لي دير فيه واحد بليزير. قلت له مرحبا، فهمتيني، دخلت لذاك الميساج اللي ما كيتقرا. قلت له مرحبا، واش نطلب ليه؟ قال لي انا غنصيفط لك واحد اللين، غتصيفطو لالياس وقول له يدخل له، راه فيه شي مسابقه ولا فيه شي لعبه. وقال لي وعندك 2000 درهم شنو خصو؟ زعما باغي يدير لي الكونت، باغي يدير لي الكونت زعما انا نورك على شي ليان زعما باش فهمتي. وي باغي يدير لي الكونت، عندك قال لي صورك على زعما داك الليان؟ نصيفطولك انا. قال لي هو يصيفط لي داك الليان وانا نصيفطولك. باغي قلت يدير لي له على الكونت، امك الوالدة باغي من هذا المنبر هذا. الكونت كي تتالمو تشوف فهمتيني. انا كنعيق بهم. وين ديك النهار جات قال لك عندي باش واحد الشركة تنصيفط لك انا فرنسا الليان كون دخلتي له. والله يا خويا شي صيفط لي الوالد ليا في الواتساب، والله ما ندخل لي تما كنت يقف حتى واحد يعني. هاد البلان هذا ديال ليا ما كنت يقش فيها خير موت. اي واحد كيما كان نوعه يصيفط لي زعما شي ليا يقول لي كليكي عليه، والله ما ندخل لي بقى كيديو الكونتات نموت. انا راه مستهدف دابا اه كلشي قول لي بغيت عليها يديلك. اللي ديال الصبر ديال اللي صيفطت لك. قلت لك هاك دخل شوف، قلت لي شنو القلاوه وهذا، قلت لك اللي الصبر ديال وانا نصمك عليك ما دخلتش، والله ما كنت شايق انا في هذا البلان ديال اللي ما كندخلش نموت. كاين والله شي كاين. صوفيا طالوني كيفاش تمشي على الكونترا بحال هكا؟ راه داز عنده واحد قال لك يوركي على هاد اللي قال لي غنصاوب سناني ويمشي لا كونت فيه مليون بوزيكا. تا هو قال لي هاك هاد اللي قال لي دير هو فاكاج، قال لي 1 5000 ريال نصيفط لك ورك. مشى لي الكونت. انا ما كان ليات ما كنت تايقش بيه. قول لي اخونا في الله داز عندي تيسب وتيرعرع بوحدو وعلي لك ونفعل لك ونطير لك، شنو البلان ديالو هذا؟ كحل بزازل اه نعطيوه الثقة تيمشي ولا حتى يمشي له الغسول اللي ولو يمشي في حالاته. راه دوا معايا قبيله، اه راه دوا قال لك معايا اخو، قبيله قبل الفطور، قال قبل لك الفطور اخويا هو جا. مشى للتيك توك، قال لك لحقاش الانستغرام ما عطاش وساق قلبه، قال لك باغي يدبر على كرو. واش عطاها باش يعطيه اصلا؟ هذه هي مش غير عطاها باش طيب. راه هذه غتجمع لي ستوريات ديالو، ستوريات ديالو نتحداهم انا كاملين هذو اللي كتشوف فيهم دابا في الانستغرام. انا نحط ستوري وما يحطوا 30 ستوري ونحسبوا ونشوفوا شحال. انا ستوري عندي كضرب 170 كاسح، اللهم بارك. راه ستوري ديالي نطلع بها الطوندونس. علاش يجي بنادم غيقول لك راه يوتيوب كنخسر فيه الهضره داكشي علاش ما. والكلاش اصلا انا ما دورتوش فهمتي، ما دات لي لا برومو، ما بقيتش كندوز فيه في سويب اب صافي، لحتو مره وصافي. كنتي كدير لايفات حتى في اليوتيوب؟ تانا بوزيكا
لا ما كلش تكسير أمانة سكسيشن راك سمعت. اخي. شوف بالحق البارح فاش مشيت الناس بقيت ضرب صوره في اليوتيوب ويطلع لي واحد اللعبه واقيله في التويت ولا كنتي مع الدراري تما خري هادي الضحك حيت لا لا دراري خلاص. في شكل، دراري في شكل في تويتر كنمشي كنخلقها مع دراري في شكل راك عارف، لا لا شطلب الله الله الا تحياتي والله. ماشي كلشي ماشي كلشي، ولكن كاين شي دراري اللي كنعرفهم تما كنمشي نضحك معاهم كنمشي كذا وصافي كنجي بحال هادشي. إلياس فين ما مشى خالقها فين ما مشى مفرقعها وطالع وليام غادية وداك فين وصلتي مع الربيع. فين وصلتي مع الإشهار ديال داك السبر ديالات؟ انا صيفط له اخويا صيفط له صيفط له الادريس ديالي ديال الدار صيفط له صيفط له الحزام كامل. عرفت اخويا والله ما عرفت الموت. كيفاش ما عرفتيش ما عندك ما تعرف دابا هذاك دابا انت ما تقتيش دابا انت ما تقتيش تدخل في الليان خوتي. شنو البلان؟ كاين واحد الاشهار عرضوا علينا واحد الاشهار واحد خونا هنايا كيبيع السبرديلات الاير ماكس وكذا وهادي قال لي قلت له الاشهار مال الاشهار قال لي قال لي صيفط لي الاستاتستيك ديال الانستغرام ديالك وكذا. قلت له شنو تعطيني بعدا فهمتيني؟ قال لي ها هي دخل لهذا السيت واختار. ودخلت شفت انا فاش صيفط له الاستاتستيك ديال الياس قال لي ندوبل لك دي الحوايج مدوبلين جوج الاير ماكس وجوج ديال السورفيتمون. وانا اختاريت ما ندي انا وفاش صيفطت الياس اللي انا خوتي باش يدخل زعما لي يعني يشوف شمن سبر ديرها بغا ما قدرش يدخل لي يعني. صحابو غديروا لكم انا ما كنبغيش فهمت، انا عندي فوبيا، انا اصلا ماشي كيسيون ديال زعما تيقع ولا غير، انا عندي فوبيا من شي واحد يصيفط ليا وندخل ليه فهمتي. عندي وفاش خاف الكونت يدخل كاين داك فيه اللي انا اخوتي قال لي شوف حسن قول له يعطيها لنا فلوس. طاقي 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 ولي معتمد، الدراري طاقي ولي معتمد، كلشي طاقي ليا معتمد، باغي ندوي معاك واحد جوج كلمات. قولوا لي الياس بغاك، ومني كنقولوا الياس بغاك راه الياس راه بغاك فهمتي، الياس راه الياس هذا فهمتي، قولوا لي بغيتك كلموا لي جيبوا لي. طيب نرى الإخوان اكتئاب اكتئاب أنا نرى فيه اكتئاب من التسعينات والله تم التسعينات أنا من نرى خلاقيت أنا خلاقيت بالاكتئاب. داك النهار كتسولني كتقول لي ما كنتش عارف الاكتئاب تجيني عندي حنا راه خرقي حنا أنا بكري أنا اكتئاب. موت انت بازلك انت عايش انت بحال مصطفى الهرده، ما عندك لا اصدقاء، ما قد كنشوفوك كنشوفوك تشندير بهاد الأصدقاء أخي شنو ندير بهاد الاصدقاء؟ راه فاش كنخرج كنمشي مفرقعها كنفرقعها الكري ولا كندي معايا البنانه راك عارف وكنفرقعها. الله يسموه ليش شوكي من والله. اصدقاء بحال داك وجه الكلب داك عشيرك اللي في الجديده تشهرتي والله ما عنديش، دار عليك والله غوله ما عنديش. ها. شوف انا راه جديده، راه الناس الجديده راه كيعرفوني واحد واحد، لا انا لا ما عارفيني كاينش من كنمشي الجديده كيعرفوني واحد واحد. انا منك غادي نهبط غنسد الزام لبوه في امه من الاخر باش نهضروا في الواقع اخي. موتشو الموتشو، راه حنا كبار على هذا الشيء صح، الله يعطيك هو كبار على هذا الشيء اصحابي رانا ونخلي كيبانوا. اخبارك دابا الصباح، اخبارك دابا الصباح كندير مظاهره علاش؟ مع اصحاب الطاكسيات باش يديروا لهم الكونتور. علاش كنضحك؟ راه حيت انا عندي صاحبي مول الطاكسي. ايوا وقال لك اجي دير معنا مظاهرة. سمعتي خير موتو، قلت لك صاحبي، عندي صاحبي راجل كبير عنده شي 53 عام كيسوق الطاكسي، الله كنت راكب معاه هو يصوني لي، قال لي راه دايرين مظاهرة، قال لي دابا، قلت لي دور سير انا نمشي معاك. مشيت كنصفق معاه قدام العماله، كنصفق دايروا الروسيطه، دايروا الروسيطه، انا عايش واحد العالم اخر صح. علاش تجي تقول لا لي لا انت الياس صاحبي؟ كيتسام في اي حاجه كيسام ما الياس عندي الياس صحابي فاهم انا، اي واحد يطلع غيقول لكم انا صاحب الياس ومني تشهر تقلب عليا، شو صاحبي الله يهديك اصاحبي، ما عندي صحابي انا، تركين الحسد صاحبي. بنادم انا ولا كيشوفني كندخل 6 مليون في الشهر، ولا باغيني ندور معاه ندور معاك واحد راه شافنا صاحبي ديك النهار، مشينا شرينا بيكالا وشرينا شرينا الحوايج، حنت عاد بلاص. شحال شريت ديال الحوايج، شريت ماريو، شريت الحوايج فهمتي، وشريت التليفون، ويقول لي وانا ما خدامش دور معايا. مني قلت لي انت كيفاش ندور معاك؟ قلت لي انت انا جيعان، قلت لي انت كيفاش ندور معاك؟ ويتفقع تفقع، ما بقاش كي تفقع، ماشي الواش معاه ما جاوبني، تفقع غير ما بقاش دوا، وانا مسلكاني هذيك فهمتي. انا احسن حاجه عندي هي شي واحد يكون صاحبي
فهمتي، شي واحد يكون صاحبي حتى يقلب عليا كنفرح ملي كيقلب عليا بالادب صاحبي. انا مسخسخ صاحبي، ماشي غتجي تقول لي اجي نمشيو للقهوه تفرض عليا شي حاجه اجي. احسن حاجه ديرها في حياتك اخويا هي نساني، فهمتي صاحبي. انا عزيز عليا، انا ما مريض لقينا خير في فهمتي. شي واحد اخويا الياس، والله ما لقينا خير في شي واحد بالله العلي العظيم، فهمتيني داك الشيء علاش قلبنا على بنادم اخويا، لقينا بنادم غير ما كيفيدنا حتى شي لعبه، فهمتيني. لا تيقار تيقار كاين تيقار هذاك خير يقول لك موت، يلاه نصيحة نشدوا في شي كاملة نص يلاه شوفوا. نشدوا في شي كذا. وأنا غنوجه واحد الرسالة شديدة اللهجة، الموتشو راه صاحبي وأنا راضي عليه، والموتشو الله تحت الحماية ديالي. اي واحد غيمس الموتشو راه بحال اللي مسني. حيت دابا راه شفت شي واحد سميتو في اللوجة، واحد الشاذ الجنسي، واحد البيدوفيل، تحياتي. واحد الملط كيبدا يحك على الموتشو، كيبدا اسمعني الله يرضي عليك. في اللوجة انا راك نعرفك تكون في درب السلطان، ماشي داك في اللوجة ديال القديم هذاك اللي مشى في الميركي، كنوي عليه في اللوجة راه في فيها الليسا في ليليسا. وريم صورت وريم صورت، طلق طلق على الموتشو. انا غنوجه وغنضرب بيد من حديد على اي واحد توشى لي الموتشو. الموتشو راه تحت الامرأة ديالي ده، بحال الرئيس ديال الشيشان وبوتين. تحياتي. هو ده وجه الكلب. وجودي الكيد الكلب يا صاحبي، ورينا تصورتو باش الدراري يعرفوه. ما توريش انستغرام ديالو، شو لا لا كيدير ملط بحال السي مهدي، شو كيدير شو كيدير، وجو كي الدين فيه يا صاحبي. كبسوا كبسوا الدراري كبسوا مربيخوني داري السبع جاي في الطريق، السبع جاي في الطريق. ها هو السبع، شتو ها هو السبع، كونوا تحشموا شويه. تحياتي لكم كبسوا كبسوا. هذا وجه الكلب اخويا الياس راه كياكل حشاك، كياكل الرجال، كيمشي يضرب سيمانه في السويس، سيمانه في الالمان، سيمانه في كدا، سيمانه في كدا، فهمتيني. وما خدام ما ردام، وتيقول لك عنده الطونوبيلات وعنده الاراضي وعنده الفيلات وعنده كذا وعنده هاد، فهمتيني. وجابوا لنا شي خبرات عليه باللي خونا تياكل خدام في هاد الشيء، فهمتيني، كياكل انا غادي كذا. نقاطعك باش ناكد لك الهضره ديالك اخي موتو. هذا عنده سيت ديال بورنو في طاليان، وعندي عليه شي دواسه اللي اكثر من ربع شهور هادي وانا خازنهم. ومني شتو لاع لك واحد ستوري وما عرفتش كان كيقول، صيفطت ليه ميساج قلت لي جمع كرك، قلت لي جمع كرك راه غادي نخرج لامك على حياتك اللي باقي غتقيس الموت. والله ما نكذبك اخي موتو، تحياتي. يا ها ها قلت لي ها راه باقي غتقيس الموتو، قلت لي راه بحال اللي قصيني، قلت لي الموتو راه ولا معايا في التيم اللي جمع كرك. هو يقول لي انا اخويا الياس مشى حس ستوريات. هذا راه مثال غنضرب بيه شحال من واحد، هاد الفلوجه غنضرب تحياتي. بيه شحال من واحد. والفيلا اللي كيمشي يقصر فيها في طماريس راه كلها كاميرات، غنمشي نرجع مع امك لوفار، غنمشي لديك الفيلا نرجع للفار ونجبد الكاميرات ونوري لي امك الزلاله اللي كنتي كتدخل تما، والدراري صغار اللي كنتي كتدخل كتنيكم تما، نجبد لامك دواسه نكحلها لك. انت تالموت وما يبقى يدعك لك حتى شي واحد اصاحبي. وما كاينش اللي غادي يدعقني، اللي دعقني نجبد لمو عيني، بلبل فهمتيني. امه اللي جبدك دير على ديال امه ستوريات وجي هرب تخبى وراي. ما كاينش اللي غيقرب لك ما كاينش اللي غيقرب لك في الانستغرام، ما حدي انا معاك. تحياتي موت الرجولة العز والنصر خويا إلياس. انطلعو معتمد، طلع معتمد ما توجد ولا ما جاش. معتمد، لا معتمد ما كاينش. هذاك الدريل اللي كنت يهضر، هذاك الدريل اللي هضرت معايا قبيله في البريبي، واحد الدريل تسنى فينا هو عاد الكومونتير ديالو. طاطاط هاد يوسف موتو الرجوله خويا، صيفط لي الدوموند، صيف الدوموند راه واقيلا ما مابونيش معاك. وما علينا، شو سهيل، سهيل الامارات كيفاش البلان ديالو؟ هذاك عفى عليه القاضي ولا مازال؟ يمشي في حالاته يبعد من الوصاف العفو عند اه القاضي. مريض. انا اش يقول حتى ولات ديك النهار ولات مسبوقه لي الهضره، بديت كنسب في الامهات. وانا ماشي بمشي من عويدي، انا ماشي ما كنطيحش مع بنادم داك النيفو تاع كنبدا نسب ليه، نبدا نجبد الوالدين ولكن معاه هو فهمتي تزبقت ليا فهمتيني. ماشي في حالاته اصلا، هو اصلا حساس
يمشي في حالات ويمشي يتقوى يبعد منه. تسمى نوريك تسمى حق شي الورقة اللي تصيفط لك في بريفي ديال بأن ام بي 1 فيه السيدة. لا ادخل صاحبي تشيك يا صاحبي. تسمى ولا وما تحمقيناش بعدي مني المهم ما عليناش من بعد نصيفط لك في البريبي احسن من بعد نصيفط لك في البريبي هاد حد اللعيبه الدسوعي صافي مني قلتي دراري بغيت حضيو راسكم حضيو راسكم. راه البارح ام بي وان راه داروا لي شي تحاليل لقاو فيه السيده. حضيو راسكم الله يسامح ولاو ديروا كابو وداكشي فهمتي. اي واحد يفسد في هاد الشهر ديال رمضان راه المصير ديالو بحال ام بي وان السيده. هبيله زيبق فطر بيها الغد دين موجه وداروا لي تحاليل لقا كرو فيه السيده. الله يستر. فرعون مصيفط الدوموند طلع راسونا ليا قولك بريفي ما جاوبتوش. كنشوف في كيسوني وما جاوبتوش. شوف تسنى اخويا تسنى نبيريفي واش هو بعدا هو يكون هو حنجرة ما عادش باغيين. انا قبيله كان كيسوني راه ليا غادي بريفي. يجبدوا لنا اللعيبه الو شي هو والله الا قبيله كان كيصوني لي داك فرعون كان كيصوني لي بريفي بعد كيسحب لي كنجاوب ولا ما عرفتش. دابا فايت منو دابا صايف لي شي حاجه ودويت معاه تقول حصلتو كيصوني لقيتو راه كيصوني وكوكا قال لك كيصوني. اخويا قال لك باغي يطلع طاقيو هنا طاقيو هنا بالرجله كلكم طاقيو راه هضر معايا قبيله سميتو قال لك راه باغي يطلع لهنا لاسبانيا فيزا ما نعرف طاقيو هنا طاقيو هنا طاقيو هنا وجهو هذاك راه ما تقبلش عليه اسبانيا هذاك خي الياس علاش وجهو كيد الكلب غير ديال التصاطير وزيدها من فوق صبغ شعره وش في العون؟ انا نوريك تسنى وش بين العقاد؟ ولا صاحبي هاد فرعون هذا وج وش فاسخ الظهر؟ ياك والدري والكازا؟ هذا صاحبي واش تحمقني الله يستر. هذا راه معدته كتحماض. هذا ترى كياكل من الكرارة وجهو كيد الكلب غير ديال التصرفيق صاحبي. ترى وصاب كيبقى ياكل شعره ماكلة الزنقة. كياكل ماكلة الزنقة القلاوي هذا. تاش اش قال كيدير الماكلة الزنقة صاحبي. قال لك باغي يطلع عند صلاح صلاح ما صوفا شاكر عاد باغي تزيد تطلع عنده زعما حتى تشدر معاه صلاح راه 8 سنين هو في سبانيا وباقي ما كيعرفش الفلوس ديال اسبانيا. باقي ما ودار كيعرف حتى لعبه عشان وباغي تطلع تشوف عشان عنده دير عنده. تتمش دير عنده واش غادي فين جاي فين. راه هو كينعسها في الصالون ديال الحلاقة راه أو كينعسها فوق الكرسي اللي كيحسنوا فيه. فين غتجي؟ سباليون ده سباليون راه واحد اللي عايش فيه بخير. هو الموت كرسي وزاد هو في كملها الصالون. صبغ شعره ووجهه كيد الكلب غير ديال التصرفيق الله راه كيزحبو ما بصبغ الشعر كتولي زوين ولا ما عرفتش. عندهم ديك الهيت ديال صبغ الشعر هكا تبع بقيتو عزيز قبيله كان طلق درنا لك شي وانت هدر داكشي هم راه درناه في 2006. داكشي ديال صبغ الشعر راه في 2006 راه كنا كنصبغو في شعرنا حنا وكنا كنديرو تيك تونيك راه هاي دوزنا. انتوما يلا جيتو وليتو باغي نسوقو شعركم وليتو. أو الله يسر اخويا الموتشونه طلعت لي بزاف الدنيا في كريت. والله اخويا الياس اللي بحالي بحالك بقات لي واحد سميتو واحد 100 درهم ولا ما كاملش 100 درهم في الجيب بقيت كتبان لي نمشي نشرب شي قنبه ونمشي دراري كلشي طاقي معتمد. وسكتنا شويه باغي ندوي في واحد الموضوع زوين. ربي الحبيب طاقي معتمد الاخوان دوك الاشهارات اللي كيديروا دوك الناس ديال وان اكس بيت راه حشومه كيتبعوكم. مثلا المعتمد كيدير الفيتنس ياك المانس فيزيك كيتبعوك ناس كاتيجوري ديال سبور ديال مانس فيزيك. ناس اللي داخله عندك من اجل مان فيزيك ومن اجل سبور ومن اجل فلوغات ديال الرياضيه. انت كتجي كتبيع راسك للماسونيه كتبيع راسك. السلام السلام عليكم عليكم. كتبيع راسك بخير الله يحفظك.
كتبيع راسك الوان اكس بيت بجوج المليون ونص، وبارك تقول لهم في فيديو بارك تقول لهم حقا وان اكس بيت جو. واش وان اكس بيت جو صاحبي؟ وان اكس بيت رصيد ديال القمر صاحبي، راه ماشي جو. بقاوش تخلطوها صاحبي، حشومه صاحبي. كنت كنتفرج فيه كنشوف لي الاهيات ديالو مره من هذا ما ستولي يقول لي مجوها صاحبي، عيبه صاحبي. راه دراري صغار كيتبعوك صاحبي، كلشي طاقي معتمد صاحبي، كلشي طاقي ليا معتمد باش يعترف بهذا الغلط اللي داير. صديقي تحياتي، السلام عليكم. شكرا الموش حيت طلعتيني سيدنا، انا فرحان بزاف وانا سعيد حتى حيت طلعت في هذا اللايف. كنشكر الله عز وجل حيت طلعت اخيرا معك في اللايف. مرحبا أخوي. مرحبا بك اخويا، مرحبا بك في اي لقيت. وانا راضي فرحان، وراه عندك بزاف ديال لي فان في كازا، كلشي كيموت عليك. وانا هو البارح اللي قلت في التويتر قلت لك راه شي عاون كنحلل فيك صراحه، كوميدي واحد اللي كاين عندنا في المغرب، اسطوره واحد اللي كاين عندنا في المغرب هو الياس. كلشي كيهضر بك في كازا الياس. الله يحفظك، الله يحفظك ليا والله يكبرك. عقلت عليك، عقلتك حتى اللي دويتي مع الدراري ولا دربكم بزاف. سبات هيك كيفاش الياس سباته؟ لا في ولفه، انا رياض الولفة. لا في ولفة، المهم حدايا رياض ولفة. الله يحفظك الله يكبرك. انا شوف، انا كازا راه عشت فيها في 2015 ل 2016، فهمتي؟ كازا زوينه، راك نعرف كلشي عليك الياس. دابا كنستناو الكتاب ديالك، دابا كنستناو الكتاب ديال الياس فارغ الصبر. الكلاس الكتاب 100%، الكتاب 100% غيكون ديسبونيبل في كاع المكاتب ورا الصيف ان شاء الله. ان شاء الله راك نستناو فارغ الصبر. الكلاس راه كتزمزكوا ليه يوميا، الله يرحم الوالدين. متعه معاك، متعه الالي دي فيتزي الدوري هولندي. فين بلاصه في كازا؟ فين بلاصه في كازا؟ انا في الولفه، حدايا رياض الولفه. قول لي دي المحل، هذاك المحل ديال بيع مواد التجميل. انا كنخدم فيه بزاف الاعشاب، بيع مواد الاعشاب تجميل طبيعي. اقسم بالله العظيم مشى عندي واحد المحل داير فيه، عندي واحد المحل داير فيه برك فيه دريه، كنبيع داكشي ديال النضادر. راه فراسي في قيصريه. راه قلت لك جميع المعلومات عليك سيدنا، راه جميع المعلومات كنعرف. الله يحفظك. شوف اقسم بالله، ودابا كان شي سيمانه وياك تراودني واحد الفكره، قلت نحيد منه النضادر وندير فيه مواد ديال النساء. انا داعم سيدنا. ريحات نيت بغي سيدنا، مرحبا الريحه عرفتي، نيت بغي لي بارفان، بغيتي مواد التجميل، كلشي هنايا في كازا سيدنا، كلشي وصلك حتى تما، ما دير والو. الله يحفظك ليا الصاد، الله يكبرك. هذا هو المضمون في الناس ديال كازا. الله يكبر بك سيدنا. وانا فرحان عرفتي، واحد شي شرف كبير انني نهضر مع سيدنا، لي شرف انني نهضر مع الياس المالكي، الاسطوره اللي الاسطوره ديال المغرب. ما كاينش بحالك دابا، انت لا مجال للمقارنه، ما كاينش شي واحد اللي غنقارنه ونقولوا هذا كيشبه سيدنا ولا هذا تاسبيرا منو سيدنا. سيدنا كيبقى وحده. واحد النقطة باش نزيد نقولها، باش نزيد نأكد على الهضرة اللي كيقول الأخ، أنت راه ربما بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش البلان كيقولوا هادو واش كيخوروا، فهمتي؟ كيقول هذا كيقول لي سيدنا، هذا كيقول لي، فهمتي؟ هذا راه فاهم البلان صاحبي، هاد الدري راه كنحتارمو، راه نتفاهم الكونسيبت. الله يكبر بك سيدنا. سيدنا نقاطعك، انا راه كيبقى فيا الحال ملي كنشوف بزاف ديال الجمهور جاوك، راه كيبقى فيا الحال حيت كليكه ما عارفين سيدنا لا الافكار ديالو ولا كيفاش كيدوي على الاسرار اللي كيقولون في الجمل ديالو. انا راه كيبقى فيا الحال ملي كنشوف نامبورت كي كيتفرج في الياس المالكي ولا كيهضر بالياس باللغه ديال الياس المالكي، والله العظيم. شوف الياس اصلا راه بحال واحد الكتاب منه نسخه واحده، فهمتي؟ نعم، لا نسخة واحدة، ولكن كنشوف داك الجمهور اللي ما فاهم فيك والو، وتا هو كيتفرج كيبقى فيا الحال. انا ما كرهتش تبقى ديالنا سيدنا شي حاجة في اي بي اللي خلص يتفرج في الياس المالكي. بغيت نديرها اخي، ولكن ما عندي لها جهد، فهمتي؟ كنت باغي ندير واحد الكونت بريفي ومثلا غادي تدوي معاك، كنت باغي ندير واحد الدريه باغي نخدمها امال، كنت باغي نخدمها في داك الكونت، ومثلا غتصوني لها في النمرة غتعطيك هي ثلاثة الأسئلة غتجاوب عليهم، عادش غادا تاكسيبتيك في داك الكونت. نعم هذا بلان، هذا باش غير اسئله كتخصني، اسئله كتخصني انا، كتخص الحياه ديالي مثلا، انت جاوبتي غتقول لك قول الكون ديالك وتاكسيبتيك في داك الكونت. ولكن شويه ما طراو شي مشاكل هادشي علاش ما بغيتش نديرها. ونحن سيدنا راه داعمين لك في كازا، وكنستناو فارغ الصبر ترجع عندنا لكازا، واخا عارفين انها غتكون صعيبه شويه، ولكن راه في اي عام وفي اي لحظه راه كنستناو.
واحد البشره بعدا راه غادي تعجب الناس ديال الوداد، الجمهور ديال الوداد، الماتش ديال الوداد وديتو كروس العصبه راه غادي نكون حاضر في المدرج الجنوبي. واو 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 سيدنا غيكون في الماتش ديال الوداد. واو على اخبار، واو على اخبار، واو على اخبار، ترى كلشي غيكون فرحان سيدنا. انا راه رجاوي ولكن غنحضر الماتش ديال الوداد حيت انت غتكون حاضر. كاين جوج ماتشات، الماتش ديال الوداد وديك الفرقه اللي انغولا غنكون، فغتشد فيا كاميرا بين سبور وشوالي غيعرفني غيقولوا الياس هذا الياس، فهمتي، غيعرفني شوالي ملي تشد فيا كاميرا. والماتش ديال الجيش، الماتش ديال الجيش وتيطوال الفينال ديال كاس العرش، هو غنكون ضيف شرف فيما كنحاضر سيدنا، نكونوا حاضرين ضروري ان شاء الله يكون الخير. دابا واحد قال لك اسكت ايها العبد، ابا نوضح المساله، سيدنا راه سيدي بحال كتقول سيدي شي شخص سيدنا وكنفتخروا به، شي راه ما عارفينش القيمه ثم الياس، راه بزاف ما عارفينش القيمه، ولكن نصادروا الياس المالكي غيكون يعني رقم واحد في المغرب وفي العالم في مجال الكوميديا. ترى انا رقم واحد، ترى انا رقم واحد، لا انا رقم ما كاين شي واحد بحالي دابا سيدنا. شكرا باقي وباقي وداك وجه الكلب ديال 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 شكرا حيت طلعت معكم في اللايف موت شو. الله يخليك، مرحبا عزيز وغالي، تحياتي لك، مرحبا بك، مرحبا بك اي وقت. بغيت واحد الديديكاس سيدنا الله يرحم الوالدين المش مش عمر صحابي كيتفرجوا فيك فان كبار ديالك، عطيهم شي ديديكاس الياس. تحياتي لخويا المش، شوف شوف غنفاجئك، انا غدا غندير ديديكاس ليهم وغادي يصيفط لك الموت شوف فيديو. يلا فرح لي يا سيدي، الله يسهل عليك، الله يكبر بك. انا غنديرها بوجهي، استنى طلع الشمس، استنى طلع الشمس ديال الدار ونطلع السطح وندير لهم ديديكاس كانه عيد غدا ان شاء الله. وقول لهم يخرجوها فيديو، قول لهم هذه يخرجوها فيديو وبقاو دايرين في التلفازه في دارهم ضروري. راه شوف الله يفدي لك، راه كلشي راه المهم، راه كلشي كازا كلشي كيتفرج فيك ماشي غير انا. الله يفدي لك، كنستناهم في القهوه ان شاء الله ولا شي قناه غدوزو منين. دابا غادي تخلي غتخلي السميات، غتخلي السميات الموتشو وباش ندير لهم انا غدا ستوري ونقول لهم تحياتي لكم. الله يكبر بك سيدنا، شكرا على خطاكم، شكرا على المشاركه، شكرا تحياتي لك، تبارك الله عليك، انا راضي لك على خطاك سيدنا، تحياتي لك. هبط مع القلاوي كامل. خوتي هذا هو الكونت اللي كنبقى ندير فيه اللايفات، اللي مازال ما ابونيش، المهم كلكم بغيتكم تدخلوا شي قراص. انا الكونت ديالي باقي صامت، فهمتي؟ قول لي اخي، باش نصحح واحد المعلومه، اسمح لي اخويا الموتشو باش نصحح واحد المعلومه. ما عرفتش كيفاش باغي نقول، الحانوت تلفت صافي صافي. هادو الموتشو تنتفكر على الشهاده، نسيت صافي وصل نسيتي اللي تعالى عشير وكتبش عليك. أهرب لي التكس بلاش بلاش. حقا هادوك اللي كنا ديك النهار في ذاك اللايف كنت كنقول لكم راه هاكر باغين يطيروا لي اللايف، باغين يطيروا لي الكونت. أما كاين لا هاكر لا والو، داك ماشي هاكر، هادوك كيتسمى سبامر، سبام كيديروا سبام مثلا. كيمشيو كيسيني عليوك، فهمتي كيفاش؟ ماشي هاكر. المغرب راه ما فيه حتى هاكر، راه هما كاين ديك الهده ديال هاكر زعما كذا، راه هاكر راه غير سبام. هذاك شنو هو معنى السبام؟ الانستغرام ملي تيكون طالق الدعم، الدعم مثلا هو واحد التعاونيه كدير الانستغرام من شهر لشهر، كتمشي حتى كتبقى تسينيالي تقول لهم راه هذا راه كيدير راه كيدير صافي، غير زهر وكيقدروا يسدوا لك الانستغرام كونت. اما الكونت ديالي عمرو ما غادي يطير ان شاء الله بعون الله. كون طالع ما فيهش، ما شاريش لي لي زابوني ولا داكشي، فيه ناس حقيقيه. وي الدراري كيقول لك سهيل سبك، الربيب سبك عاوتاني. ايوا الشيء انا كنقول لك البلان كيدير وانت كتقول لي لا ميك عليه، راه شحال ما ميكتي على بنادم بنادم كيزيد يطلع لك على ظهرك، واش مزيني تيقول لك صافي خونا تحط له على نقطه الضعف ديالو؟ لا خصك تبين. لا انا خاين الموت شو مني كنشوف شي واحد مثلا داتا شو واحد كيسكن، كان كيسكن خير موت شوف في الريف في الناظور ياك. ليا ما كنت انا في كازا، كان عندي معاه واحد المشكل كذا صافي كذا، ناض فيها حقد وناض فيها فهمتي روينه، كنطايف انا وياه الشكه تصب في الترين، اقسم بالله خويا الموت غنعطيك باش نكمل لك على البلان ديال السؤال. نطايف انا وياه
ضربت زامن ابوه بوت الوجه طاح جاي السكه تران جاي طيز عليه هزيته ما خليش تران يدوز عليه. راه كذلك سهيل، سهيل مني شو بلوكاني وشو استسلم طاح ما كاين علاش غنبقى نحاقر عليه ونبقى نتمرقن وي بيه. فبلاني فبلاني فراسي فراني فراسي شي بلان كانوا بلوكاني صافي مهما بلوكاني الا وصافي قال لي قلب ميك صافي راك دابا تريشي. حاليا بلوكك من 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 هاد الكونت هاد بجوج الكونتات مبروكيك فيهم. انا ما شفتوش، قالوا لي الدراري اه قالوا لي راه بلوكاك يمكن هو قال ليهم ولا انا ما دخلتش تشيكيت فهمتي ما دخلتش شفت صافي انا خليه يمشي اخويا لي دار لي صافي. لا شوف راه حيت كاين شي ناس اخي الموت وسمح لي قاطعتيني، حيت كاين شي ناس راه كي فهمتي كيفاش حساسين مثلا ما كيواكبوش هاد الشيء ديال تمرقن بيه تضحك معاه تخلق معاه صافي كيبلوكيك حساس. تقدر انت مثلا ديري شي مشكل في حياته وي 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 يقدر يحط مالوغمون راسه على المخدة يبقى يتفكرك يقدر مين عش والله ما كتقول صافي قلب خليه يمشي. فري 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 انا اخونا قال لي قلب عليه، قال لي ما تبقاش تسبو في اللايفات، قال لي راه كيدوي فيك انت غير بالزوين، قال لي بعد منه باش ما تجبدش راسك شي صداع. قلت له شنو صداع غادي نجبد؟ اللي جا في الطريق راه شكون نجبد هذا؟ في الموطو له عرض كحل بزاز. قال لي زعما كان كيهضر مع لاخر مع كحل بتلات شوف شوف اسمع سويل كيجبدني غير بالخير. والمهم دوز البلا المهم تم بعد من بريبي باش ما نركش الموت شو تتا صاجي تتا قلت تتا الموت شو تتا قلت لي سويل كيجبدني بالخير بحال اللي تفاجئتي زعما سويل لا كيعرفني. ماشي ماشي ما تبقاش الموت شو صاحبي راه وجد كرك الله غير صاحبي فهمني يا طب اسمع ترى موت اسمع ورا خاص عرفتي انت فين خاصني نديك؟ خاصك تجي عندي المغرب هنا تجي عندي جديد دوز معايا شي 15 يوم في الغابه نتريني بك مع الشجر والله انت خاصك ندير لك الحموم على وجهك ونتريني بك في الغابه ندير لك اللحم فخاضك ونطلق لك الكلاب ويتبعوا خاصك تقصاح حتى صافي رطب خاصني نقصحك والله انت غتجي عندي جديد وغندوز انا وياك 15 يوم في الغابه ماشي اخي تاكل دجاج خضر. المشكل ديالنا اسمعني المشكل ديالنا حنا كنتعاطفوا بزاف مع بنادم فهمتي تعاطفنا بزاف مع بنادم راه داك القلب صاحبي انا راه موت شو راه الياس صاحبي راه ماشي غير جا ولا هاد الياس الياس صاحبي راه بعيد كنت في خبارك دابا راه كتشوفني هنا هكا راه يدي كتهز الكتوبه اكثر ما كتهز التليفون انا ماشي غير جيت انا صاحبي ووصلت لهاد النيفو راه كنت كنبات صاحبي في الصحراء في التراكس لابس سليبس ماطي والبرد الشمس عقرب كتطلع ليا فوق انا رسونا ليا قوينا فرعون ما جاوبش واش كان كيسو اي واحد ما مسوقش اسمعني تنصيفط لك داك كلشي تسمعو وغادي تفهم انا وريتك غير داك الطريف زعما على هاد سهيل جبتنا سهيل قلت لك زعما قال لك بلي راه سهيل كي فهمتيني انت تسمع داك الشيء كامل وتعرف الفيلم البلان كيفاش اخويا اش نقول لك طوفو لا طوفو الاخوان ما طاقيوناش طوفو طوفو خدي الله يسهل عليه اخوتي هذاك طوفو فينا طوفو يطاقي وغيجي ترى ناعس راه مسخسخ راه مشبر راه كيدخل من الكروسه كينعس طوفو راه مسخسخ راه النهار كامل هو خدام مسكين راه محوط طوفو انت هذوك القراع اللي كيبانو كنت صغار راه كبار راه ديال يطرو راه كتبان لك تقول كيبيع ب 200 درهم وهي فيها نص سيطرو ديك راه راه فيها نص سيطرو راه كتبان كبيره في يدو هو فاش كيهزها في يديه برافو برافو دابا طوفو فاش كيهز ديك القرعه انت كتسحبها غادي نص سيطرو فهمتي كتسحبها انا قلت لك كتسحبها ديال يطرو اما هي ديال نص سيطرو راه كتبان في يدو كبيره فري فري راه كتجي هو ثقيله مسخسخ مسخسخ مسكين الله يسهل عليه الله يسهل عليه الله يسهل عليه العار يدير بيه شي حاجه العار يدير بيه شي حاجه كيبانوا لي انا كينصبوا عليه القحاب اخويا الموت والله ما نكذب لك كيبان لي دابا كيجمع الفلوس وكيديو كيركبوه في الطونوبيلات في المعارف كيحيدوا لي الفلوس داك الفلوس ما كيبانوش ياك ما عارفين كيمشيو الله اعلم اخويا وراه دار كروسه اللهم بارك العام اللي فات شو هذا العام راه سكسف بالحق داك الكروسه بشحال تسقام عليه كاع 10000 ريال 20000 ريال 10000 ريال هو راه كيدخلها غير في ترى كيدخلها غير بجوج دقائق كيدخل 10000 ترى قرعه 200 درهم الكروسه اللي صوب كروسه كريري صاحبي
شحال تكون صفر؟ يكون شارع من درب غلف، يكون شارع من درب غلف. داك شي 10000 ريال ولا شي 20000 ريال وصبغه عاود الصباغه. داك شي 5000 ريال. حنا المغاربه مقودين، حنا ما نخليو حتى واحد ترونكيل، لا اللي بعقلو لا اللي حمق لا اللي كبير لا اللي صغير، ما نخليوش شي واحد بعقلو حنا. اودي ليلي متمشى المقدسات، فهمتي؟ متمشى المقدسات. المقدسات اخويا الله. اي واحد دوي لي انا كنت في 4 دقائق راه غلخصتو، حيدت منه شي سطوره وشي كذا ولعبته فوق لانستري صعيب، لقيت واحد ما يقدر يلعب فوق، قلت تلعب الموت فوق داك لانستري. جيبو والله تلعب عليه والله والله تصرط لسانك والله اخويا، تلعب لك عليه شي شي ما تنقصر لك عليه شي تقصاره سانك سانك والله. لا لا ما صدرش معايا انا، راه حنا ولا الدومينا صاحبي، راه ماشي عاد البارح بدينا. ما عارف اخويا الدراري كيقولوا لي بان راه ما بقاش عندي المورال صاحبي، راه البيرو الفوق يلا شريته ب 7000 ريال، راه هذيك البوله ديال البروجيكتور صغيره حتى هي راه هي كاينه في السطح شريتها، ولكن داك الجهد باش نطلع للسطح ونشعل الضو ونطلع دوب البريز ونخشي ونبرك ونوقف، فهمتي؟ ما بقاش عندي داك الجهد صاحبي باش غنطلع، وهذاك الشيء دوز ناجح حالا طلعت الفوق، وعلاش هادشي في الاخر غنموت نطلع ونهبط اش غيطرى كاع. انا طلعت والله ما نبقى في بيت انا اخويا، نبقى خير خير لهنايا ونضحك ونعس صافي. اخر يا مال القبور اخي الياس، ما ندي معك والو، موت وغنتكلاش انا وياك غدا، غنتكلاش انا وياك غدا والله غنحقر عليك، غنحقر عليك غدا غنطريني فيك شويه. واحد الدري واحد الدري واحد الدري هنايا عندو كيدير كيدير انطاقي، واحد الدري اللي كيدير لانستريات، يدير لنا شي لانستري نقصر عليها انا غدا ونصيفطها لك. طلعت شجي انت الكوبليه ديالك غدا نديرو فيتشرينغ غدا، اقسم بالله انا 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 ندير ونصيفط لك انت، يعطي الدراري ميكسي وكذا وسجل عليها انت طريب. لوحو فلاشين عندك؟ لوحو فلاشين عندك؟ ماشي مشكل دابا نسجلوه داك الساعه تيحن الله. ولكن السي اللي بغيتي تلعب واش بغيتي تلعب تراب سكول اول سكول؟ يوريك يحط لك لانستري وتسمع شمل لانستري. يلا سير سير تسنى دي جي دي جي دراري تسناو الفيتشرينغ ديالنا ونموت شو غدا، حنا هبل غنسجلو غدا غنلوحو غدا، حنا هبل كلشي في البلاصه. دي جي بالديس تقصر لي عجبك ادخل حتى الاول موش. انا الاول انا الاول نلعب انت، انا واعر انت، انا واعر انا غندخل انا الاخر شي دخله مهيبه. ماشي مشكل نلعبوا نلعبوا على شي على على شي ناس تري ديال الاولد سكول. ها بلا نمشي نقول لك الاولد سكول اولد سكول، لا لا غنلعبوا بحال داك البلان ديال ديال الامريكان ديال ديال هذاك ديال 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 دريك، فهمتي؟ داك شي شي حاجه شي فرنش مونتانا فرنش مونتانا كيرا شوبير مومنتو شوبي منامي. ها هو الدريري اللي عنده شي لانستري وهي عجباتك تسمعنا، وغدا نحطوها وانا قلت لك نحط عليها كوبليه ونصيفطها لك، وانت دير 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 تكلف ب. واقسم بالله العظيم شي غندير انا وياك في تشيرينغ، اقسم بالله غنديرو في تيني، راه كتناسي هذا البلان انا. يلاه تفكر غير اوديو، انا غرميه لك غير اوديو غير فهمتيني، راك تم غير مطلعينها كليب كليب، غنديرو حتى كليب، انا غندير كليب هنايا وانت دير كليب تما ولاقيو نديرو شاكي لاقي شيفشي سف سبعة ان شاء الله يكون شي في تيرينغ ناضي اخي، مش يبقى في تاريخك القليه وغادي هو في تيرينغ الموت شو ولا وين مشى مشى الدريني مشى جات الله لو مشى صافي ما بغاش يطلع راه ما مسالش يمشي يتقود وحتى يمشي يعاود لامو حتى يمشي يتقود. لا راه هذا هو اللي كيبرودوسي المراد صاحبي، حتى يمشي يتقود هو مراد ولا هو عادل ولا عندي انا الدراري الصاف ديالي المهمه ديالكم طاقي والمراد انا نكتبوا لكم موت موت شاهد اللي مراد قالك لا خلينا بالبلوه مالك صاحبي عيطنا مراد نجيو نقدو نقدو الامور صاحبي. يلا الدراري طاقي واد مراد هذا طاقي نمشي نشرا بير سميتو مراد تسنى انا نوري لكم ال نلعبو تراب موتش اللي عجبك نلعبو تراب شي حاجه مهله شي حاجه مقوده فهمتي دريل نو شي حاجه دريل والو لا تراب احسن تراب. واحد هو التراب ترابوليك واعر
عندك حبيبي، عندك رجليك. طاقي من المور هذا اخوتي ابو الرجل اخي الياس، ولا داز البلان الاول زويون فاش نعود نتما نضربوا شي طراك زويون وبكليب شي حاجه الهربه فهمتيني. هذا خلي اللوحو غير اوديو الاول شوفوا واش يعجب بنادم. علاش ما يعجبش بنادم؟ والله شي يعجب بنادم يلقى عيقه بهمسه. صافي اسيدي مرحبا. دابا اصلا الراب في المغرب شويه بان ليا فهمتي، ما طامال فهمتي، ماشي شي حاجه. ايوا نطلعوا انا وياك بالنيفو مالك. نقدر نمثل الجزائر. كيفاش غنقدر في الراب نقدر نمثل الجزائر؟ الجزائر ما عيطوش ليا، انا ما عيطوش ليا المغرب، غنقدر نمثل الجزائر في الراب، نولي مع داك يوبي وتراب كينغ فهمتي، نمشي نخشي كري معاه وندي البنادم، ندي بنادم ليه، نولي اللوح تما فهمتي كيفاش. هذا هو البلان اخي. انت هنا هنايا كيبان ليا كاين ديفلوبا مع امهم وراك تما، عاود ما كاين غير الديستراكات وغير حتى راكات راك تما. وغنلعب ضدهم وغنحويهم شي كلاش، اقسم بالله تغنلعب ضدهم وشي كلاش. لا انا تايق فيك بالرجوله، تايق فيك فهمتيني، غير الهيت راك تما خصك. وكنحتارمه الامور فين ماشي، ما كنحتارموش، كنحتارمه حنت كي حنت عرفني غنبعثر ليه الاوراق. حنت دابا هو غيلوح البوم، كون جاوبني كنت غنبعثر ليه الاوراق، كنت غنضرب ليه ديك الخدمه ديال 9 سنين، كنت غنضرب ليه الزيرو حنت قصته. واخا تسمعوا مثلا شويه ديال الكاده ودي، ولكن راه كل لعب تلعب ثقيل، راه كنتو غتشوفوا واحد الكلاش مقود وهو عارف هادشي. انت الحين ليريكس مقوده ان شاء الله من راح دخل ان شاء الله. دوي مع مراد؟ لا مع داك الدريري، ها هو داك دي جي سميتو سول كينغ، ها هو صيفط لي ميساج قال لي راه ما نقدرش نغمض مع 7 الصباح. قلت له صافي مره واحده اخرى ان شاء الله. امس خوط هذا الموش شحال فيه ديال الجهد حتى هو. لا الشوق بلا تيدير شي لعيبات فهمتيني، ويعجبوني موت شو تشاهل يا شي واحد تشاهل شي واحد اخويا اش نقول لك، ما بقى عندنا جهد حتى شي واحد في لا دابا تشاهل شي واحد نطلعو نجيبو اللايف مثلا معتمد مثلا فهمتي طوفو وحكي موفي حتى اش باغي. داك اللي وجهو كي الكلب اللي غير ديال التصرفيق اللي باغي يطلع صابغ شعرو وباغي يطلع نجيبو عمو الباريزي، نتفكروا لي مال كورونا جيب لنا عمو الباريزي، طاقي لنا عمو الباريزي الاخوان دراري كلشي طاقي عمو الباريزي. هذا واحد الراجل ود وجده كيسكن في فرنسا، عمو الباريزي جوج واحد الشارفه. عمو الباريزي كلشي الدراري هذا عمو الباريزي غتخراو بالضحك، راجل كبير شي هو كيدير انستغرام ماشي راجل كبير ما عنده شي 60 عام. شو بيزيكا نشطو معاه نخلقوها معاه بالحق بلا راك تم لا بوزيك راه مبلوكيني تاو مصيبك حلو. عندما كيخافوا من المواجهه ديالي فهمتي، معنا اسطوره كيخافوا مني كيبلوكيوني كيصاحبوا هذا راه زعما راه بحال اللي مثلا الا بلوكيتيني صافي راه غادي توقف الفيضان. انا راه واخا تبلوكيني انا ما كتزيد تكحل على راسك فهمتي، راه ما كتزيد تكحل ولا نطاقيوه بالرجولة يجي يواجهك. عشيرنا انا عزيز عليا داك الصاب بالرجولة، وما كانش نشوفو معاك تيطا تيط في وسط اللايف مزين. لا صعيب عليه الحال، لا صعيب. وكان عزيز عليك ما تقولش هاد الكلمة. اش من كلمة؟ هادي هي تشوفو معايا في اللايف، تبغي تكرفص. لا ما كيخاف ما عرفت مالو معايا، انا اصلا عمري ما شي حاجه، غير هو ديما كيحاول فهمتي، كيبقى يمشي عند بنادم كيقول لهم ديو ليه الكونت فهمتيني، كي الله اعلم بحال صالح قبيله ملي جا عندي قال لي ندي لك الكونت، قلت لي دي لي الكونت ندي لك حياتك. قلت لي اول قحبه، قلت لي راه عندي صحابي، قلت لي في الطالين، قلت لي راه باركين ما كاين لا خدمه لا والو، قلت لي دابا موسم ديال البطاطا ساله، قلت لي راه باركين والله يا امك، قلت لي تيهبطوا لك الصالون، قلت لي هبطوا امك لك الصالون، قلت لي خربوا امك. علاش هو يبدا يسيس معايا رومانسيس؟ بدا كيقول لي لا انت كاينه ولا لا تحمني كنكذب ولا شي. قلت لي سير، قلت لي الغاسول اللي ولا، قلت لي
ما خافش انا نموت والله العظيم. لا قال لي، قال لي دخل هو راه سخط عليا حتى هو. قلت له اقلب علينا وجهك بالرجوله فهمتيني، اقلب علينا انا ما غنوري ما غندير حتى شي لعبه فهمتي. ما كان الله يسهل عليه اخويا، مشى داك التيك توك فهمتي، مشي دبر على كرو راه حق الموتشو. الموتشو اسمعني، كان سمع راه غادي غنوليو نقسموا النعاس. مرحبا، فاش غنكون انا ناعس غتفيق تحدى ليا الكونت ديالي وتحدى كونتك، وفاش غتنعس غنفيق انا لحد الكونت، حيت راه في اي لحظه غيقدروا اي لحظه غيقدروا يديهم لينا. صاف بنادم واحد فينا خصو يكون على القرص العسه ضروري، يبقى عاس على كونتك وكونتي. صاف سير كي داير فطنا شويه يتسالى هذا اللايف، سير شويه تنعس. انا مازال ما نعس، انا سلا سلا وتلقى عرفتي راه تنعس تفيق ما تلقاش الكونت صاحبي، راه باق لك تفقسهم. انا راه وليت تنعس بعين مسدوده وعين محلوله صاحبي، والتليفون ديما في جنبي راه بزاف صاحبي والله. لا انا ما انا شوف انا ما خالعنيش الكونت يمشي ليا فهمتيني، انا اللي خالعني هو شي ناس مثلا ولفوني فهمتي. راه كاين اطباء نفسانيين متبعيني يا صاحبي، راه كاين دابا اطباء نفسانيين كيخرجوني يا صاحبي للزوار ديالهم، كيقول لي انت سير تفرج في ربعه اللايفات ديال الياس، كيقول لي انت سير خاصك حتى 10، كيقول لي انت خاصك 5 فهمتي. راه انا خايف على هاد الناس، انا ماشي انا ماشي مشكل انا اصلا حتى شحال انا موتو تقول لي غندير لايف غندير لايف. ياك البارح نعست وخليتك كتسنى فري انا ما فهمتش. انا اصلا وليت كنتفادى اللايفات، ما بقيتش كنبغي نطلع في اللايفات فهمتي، غير كنعلى وجهي شي دراري وصافي. انت راه كاين اللي بغي يسمعك كدوي بحال هكا يا والله الا فرعوا لي كرينا البارح فهرب عيط الياس طلق لايف.